صباح الخير يا ناسني معاذة وانا 10 سنوات نسكن في حي 500 سكن. اليوم جتنا جمعية احباب بس باش ننظفوا شوي حينا باهي ويولي من اجمل الاحياء في بس الكل. تعالى وش النصيحة اللي تعطاها المواطنين باش يحافظوا على الحي تاعهم؟ يرموا القمامة في الاماكن المخصصة ليها ويحافظوا وينصحوا كل الناس باش يرجعوا الحي ونقول للناس كل يديروا هذيك. صحيت.